برحب بيك من جديد يا كابتن هيثم وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، ولسه مستمرين معاك وبقى مع أبطال كرة السلة بالنادي الأهلي بعد طبعا فوزهم ببطولة دوري المرتبط. ومعي بقى في هذه اللحظات أحد نجوم الحقيقة النادي الأهلي وام في بي كمان، أكيد ببارك لك يعني على البطولة وعلى حصولك على الام في بي، وعايزاك تكلمني بقى على أجواء البطولة، يعني دي تاني بطولة ليك مع النادي الأهلي في أقل من 3 شهور. مظبوط. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبارك فيك. طبعا بالنسبه لنا البطوله دي كانت مهمه، بطوله في اول الموسم. سكتنا كانت صعبه من اول ما ابتدينا في المرتبط، سكتنا كانت الزمالك في دور الثمانيه والاتحاد في دور الاربعه، ما كانش سهل خالص ان احنا نوصل فاينل، بس كنا مركزين وكنا بنتمرن كويس، استعدنا كويس للماتشات، والحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نوصل فاينل ونكسب البطوله. بالنسبه لي طبعا دي ثاني بطوله مع النادي الاهلي في اقل من 3 شهور، فدي طبعا حاجه بالنسبه لي بدايه كويسه، زي ما بيقولوا وش حلو مع الفرقه، ماشي معاهم كويس، لسه ما اتسجمتش قوي بس ان شاء الله قدامنا فتره كبيره في التوقف بتاع المنتخب نقدر نستعد كويس، والاهم بطولتين في السنه من رايي انا، يعني بطوله افريقيا وبطوله الدوري. بس والله يبارك فيك. اكيد ما ينفعش اكون بسجل معاك وما نذكرش دور الفريق المرتبط اللي عمل مجهود كبير جدا، وهم اكيد احد اسباب الفوز بالبطوله، فعايزاك تكلمني على دور فريق المرتبط ورساله تحب توجهها لهم. طبعا هم السبب الرئيسي اللي هنوصل اللي احنا فيه ده، هو ما خسروش ولا ماتش. تعثرنا قبل كده قدام الاتحاد في دور الاربعه، خسرنا اول ماتش، هم كان بايديهم يوصلونا فاينل لما كسبوا ماتشين، دايما كانوا مطمنيننا حتى قبل ماتش الفاينل، اول مره تحصل نخش ماتش الفاينل اخر ماتش مع سموحه واحنا كسبانين، الغزبانين البطوله يعتبر. فطبعا انا دورهم بالنسبه لي قوي جدا، يعتبر 50-60% من البطوله، قدروا يساعدونا وقدروا يكونوا معانا على طول. طبعا بشكرهم، ما اقدرش حد يهمش دورهم معانا، هم ليهم الدور الرئيسي في البطوله دي. تحب تقول ايه بقى لجماهير النادي الاهلي؟ طبعا بشكرهم على الدعم من اول يوم جيت فيه، سواء لعبت ماتش حلو لعبت ماتش وحش بيدعموني لحد دلوقتي. بطلبهم يكونوا ورانا ومعانا، لسه موسم طويل، احنا ما عملناش حاجه، كسبنا بس بطولتين، لسه بطولتين الاهم افريقيا والدوري السوبر لسه ما ابتديناهمش، خليكم ورانا ومعانا وان شاء الله نقدر نحقق كل بطولات السنه اللي فاتت. بشكرك جدا والف مبروك مره ثانيه. الله يبارك فيك. شكرا. يعني طبعا ده كان لقائي مع نجم النادي الاهلي مصطفى كيجو، اكيد لسه مستمرين معاك ومع لقاءاتنا الحصريه، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. هنا ابو القاسم بشكرك شكرا جزيلا.